أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحصة الخاصة. تزايد المخاطر الإرهابية على الحدود بسبب ما تعيشه دول الجوار، والارتفاع المضطرد وتطور الجريمة المنظمة بسبب تطور العالم، حتم على المديرية العامة للأمن الوطني أن تكيف وتحدث فرقها الأمنية وفق هذه التهديدات والمخاطر والتحديات. جمهرة العمليات الخاصة للشرطة هي فرقة تم الإعلان عنها بتاريخ 23 من شهر جويلية الفارط، فرقة تختص بمكافحة الإرهاب وبكل العمليات الخاصة السريعة والدقيقة. في هذه الحصة الخاصة مشاهدينا سنناقش ونتحدث عن هذه الفرقة، عن مهامها، نطاق تخصصها ونطاق تدخلها، ولكن بعد أن نشاهد هذا الروبورتاج. تدريبات خاصة، تقنيات قتالية عالية المستوى، مهارات فردية ومهام خطيرة. نخبة قوات الشرطة، هؤلاء هم فرقة جمهرة العمليات الخاصة للشرطة. على مدار 3 سنوات تلقى أفراد هذه الفرقة الذين تم اختيارهم من نخبة الشرطة وأبطال الرياضات القتالية تدريبات خاصة وفق برنامج سطرته المديرية العامة للأمن الوطني. التحديات الأمنية الجديدة، الإرهاب أو الجريمة المنظمة، كلها مخاطر تهدد الأمن الوطني. تدرب عليها أفراد جمهرة العمليات الخاصة بالشرطة تدريبا يمكنهم من ممارسة مهامهم العملياتية على أكمل وجه. تقنيات المجابهة الفردية والجماعية تعد من أهم التمارين التي تدرب عليها نخبة الشرطة لتمكنهم من التدخل في أخطر المهمات. ولأن المخاطر الأمنية تطورت بتطور العالم، تلقى عناصر فرقة الجمهرة تدريبات في مواجهة مجموعة إرهابية وتحرير الرهائن باستعمال المروحيات بسرعة وبدقة وباستعمال تجهيزات عصرية. We'll be right back.
التدخل مما استدعى الطاقم الطبي التابع للجمهورات، كما مكنت العملية من تحرير الرهيب والقضاء على أحد المجرمين وإيقاف مسيره. إذن علي التدخل، مكنت أيضا من استرجاع سلاحين رشاشين نوع كلاشينكوف واكتشاف حجاب نسخ، الأمر الذي استدعى تدخل الحكام لتفكيك وإبطال منظومة التفجير. بالإعلان عن إنشاء فرقة جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، تكون مديرية الأمن الوطني قد دخلت مرحلة جديدة في المنظومة الأمنية الوطنية، شعارها النوعية وفق متطلبات المرحلة وما يواجه الجزائر من تحديات سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحصة الخاصة التي سنتناول فيها بالنقاش وبالتحليل تطور الملحوظ في المنظومة الأمنية الجزائرية مقابل التحديات الأمنية سواء على دول الجوار الداخلية الإقليمية والدولية. مشاهدينا، أسعد باستضافة في هذا العدد من حصة خاصة مراقب شرطة ورئيس أمن ولاية بومرداس السيد علي بداوي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا. وكذلك أسعد أيضا بأن يشاركنا النقاش في الحصة الخاصة الأستاذ أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية. أستاذ أحمد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. دون إطالة، شاهدت الروبورتاج سيد بداوي، شاهدت أنت الآن على ربما المكلف أو الذي كلفت بهذه الفرقة تدريبا وإشرافا وإخراجا حتى للعلن. نريد أن نعرف، أو الجمهور الرأي العام يريد أن يعرف، لماذا فرقة جمهرة العمليات الخاصة؟ شكرا أخي ياسر، شكرا لمشاهدي قناة النهار. أولا، هذه الوحدة المتخصصة أو الخاصة التي سميت بجمهرة العمليات الخاصة للشرطة كانت مرت بعدة مراحل، هذه تنفيذا لتعليمات السيد لواء المدير العام للأمن الوطني في إطار تنظيم مهام الشرطة وجهاز الشرطة للاستباق واستشراف التحديات الممكنة التي قد تؤدي إلى المساس بالأمن العام في إطار طبعا مهام اختصاص الشرطة الجزائرية. هذه الفرقة اللي بدأت تكوين تاعها منذ حوالي 3 سنوات ونصف، كان انتقاء وتدريبات مكثفة ومتعددة، وكان إعلان تاعها كما شاهدته في يوم 23 جويلية الفارط في إطار وبمناسبة احتفال بعد الشرطة 54 للشرطة الجزائرية. هذه الفرقة جات كما قلت هي استجابة للتحديات التي يعرفها العالم حاليا، تطور الجريمة بكل أشكالها تطور خطير وسريع، تطور يتطلب من أجهزة الأمنية وجهاز الشرطة على غرار كل الأجهزة الأمنية على مستوى العالم أن يتسلح بمثل هذه الفرق الخاصة والمتخصصة التي قد تستعمل في مجابهة أي أخطار محدقة قادمة. ممتاز. أستاذ ميزاب، لا شك أنك شاهدت مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدت وسائل الإعلام، انبهار من جهة بهذه الفرقة وتساؤلات أيضا كثيرة حول هذه الفرقة، هل نحن مهددون؟ هل نحن في خطر؟ الكل يتكلم بهذه الطريقة وأغلب الأصوات. نتسلح من أجل مواجهة التحديات مثل ما قال سيد بداوي، هل تعتقد بأننا ربما حقيقة نحن على قدر التحديات التي تواجهنا؟ شوف، بداية أنت ذكرت في تقريرك بأن العالم يتطور، بالتالي الرهانات الأمنية كذلك هي في تطور، الجريمة في تطور، ونحن ندرك أن الجزائر وصلت إلى مستوى من الأداء الأمني والعمل الاستباقي في إطار محاربة الجريمة المنظمة وكذلك آفة الإرهاب إلى مستوى أصبح يشاد به في المحافل الدولية. أصبحنا اليوم لا نرضى أن نكون أقل من ذلك المستوى، وإنما علينا أن نتهيأ في إطار التحضير لأكثر المستويات ولأكثر جهوزية. حينما كنا نتحدث في وقت سابق أو ربما نستمع إلى قياداتنا تتحدث
حول الاحترافية. أعتقد أن الاحترافية هي بالضرورة احترافية التفكير في العمل الأمني، احترافية التخطيط للسياسات الأمنية، احترافية التنفيذ، احترافية التنظيم، واحترافية كذلك التوظيف والتوجيه، وبالتالي المتابعة والرقابة، بالتالي هي احترافية القيادة والعمل. هذا هو المستوى الذي نحن نتحدث فيه في إطار العمل الأمني. بالتالي أعتقد بأنه حينما نتحدث على تصفير المخاطر الأمنية يقتضي بالضرورة أن يكون لنا مؤسسات أمنية كذلك تتماشى وتتجاوب مع ذلك. أعتقد أنه لا ننتظر أن يأتي الخطر، أو لا ننتظر كذلك أن نستهدف، أو لا ننتظر أن نضرب، أو لا ننتظر ربما أشياء معينة حتى نسير في إطار استحداث أجهزة أو في إطار تقوية الأجهزة، وإنما نحن في إطار أولا أننا نعلن حرب شاملة على الإرهاب، وحربنا على الإرهاب لازالها مستمرة، وأننا نعلن كذلك على محاربة الجريمة المنظمة وكل التحديات الأمنية اللامتماثلة. بالتالي بالضرورة يجب أن نكيف كذلك المؤسسات الأمنية والأداء الأمني مع كل تلك الضروريات والمتطلبات. لا ننتظر أن نكون هدف، ولا ننتظر ربما الخطر أن يدق الباب حتى نسير في إطار يعني لأن الوقت لا يكفي في إطار العمل الاستباقي. أكيد. ممتاز سيد بداوي. ربما من الأمور التي تبقى يحتاج لها الرأي العام لمعرفتها هي هيكلة هذه الفرقة. هل هناك داخل هذه الفرقة تخصصات؟ هل هناك ربما مجالات متنوعة للتدخل أو في الجريمة وغير ذلك؟ الفرقة هي فرقة متخصصات تتدخل في طبعا في كما ذكر الأخ ميزاب في عمليات خاصة لمجابهة أخطار معينة محددة احتجاز رهائن، اختطاف الطائرات، أو الوضعيات الخطيرة التي تتطلب تقنيات خاصة لتدخل مثل هذه الفرق. الفرقة هذه داخل الفرقة طبعا كان فيه تخصصات، فيه فرق تدخل، فيه فرق مختصة في كل ما هو تقني واستعلامي، إذن تحتوي على تخصصات معينة داخل الفرقة اللي تمكنها من الاستجابة لكل الظروف والأحداث التي ممكن أن تحدث بكل سهوله وبكل جديه. ممتاز. استاذ ميزاب، ربما في نفس هذا الاطار نطاق التدخل، تدخل هذه الفرقه هذا هو الاهم، لانه الجزائر قاره والجرائم كثيره. في رايك نطاق تدخل الفرقه هل سيقتصر على المخاطر الارهابيه، وخاصه نحن نعيش وسط ربما وسط جمرة ملتهبة على الحدود، أم سيكون هناك ربما تدخل في أوسع؟ أعتقد هو اسمها جمهرة العملية الخاصة للشرطة الجزائرية، بالتالي هي تعمل عملية الجراح الذي يتدخل في عمليات جراحية دقيقة في إطار عمليات دقيقة تهدف إلى أولا الحفاظ على الأمن العام، إلى كذلك تفادي الوقوع في جرائم أو ربما حتى في إطار محاربة الإرهاب مثل ما شفنا ربما في التقرير، عملية تحرير الرهائن، عملية إلقاء القبض على إرهابيين. بالتالي أعتقد بأنها هي تعمل بناء أولا على المعطى الصحيح أو المعلومة الدقيقة، يعني العمل الاستعلاماتي الدقيق، بالتالي سوف تكون العمليات في إطار كذلك دقيق وخاص. وأعتقد بأنه حتى مساحة الاختصاص سوف تكون عبر كافة التراب الوطني باعتبار أن الجزائر بلد كبير جدا، وهذا يأتي كذلك في إطار التكامل والتنسيق مع بقية المؤسسات الأمنية، كل واختصاصه، كل ودائرة المهام التي يقوم بها. بالتالي أنا أعتبر أو أعطي هذا التوصيف أنها الجراح. كالجراح الذي يقوم بعمليات الدقيقة. سيد بداوي، ربما هذا من كلام الأستاذ ميزاب جينا سؤال تاع طريقة التدخل، لأنها طريقة مهمة. نعرف أنه تطور الإرهاب اليوم والجريمة المنظمة عمليات قد تكون عملية اعتداءات سريعة تستلزم ردة فعل سريع ودقيق جدا، خاصة في الأوساط السكانية. الفرقة أنت أشرفت على تدريبها شخصيا، كيف هي طريقة تدخل الفرقة في العمليات المنوطة بها؟ اولا تدخل هذه الفرقه يكون طبعا احنا ما نتمنوش وقوع فيه اعتداءات طبعا، لكن الفرقه هذه تدخل كما قلت في عمليات خاصه كاحتجاز رهائن مثلا او اختطاف طائرات وغير ذلك من المهام المعقده، ولكن ليكون في علم الجميع انه هذه الفرقه هي استقبال لمنظومه امنيه شامله للتراب الوطني على مستوى التراب الوطني اللي على راسها قوه الجيش الوطني الشعبي اللي متكلفه بمحاربه الارهاب. احنا على المستوى المحلي يعني
التدخل الأولي يكون من طرف الوحدات العملياتية المحلية اللي هي الفرق المتنقلة للشرطة القضائية أو لفرق البحث والتدخل، لتكون تدخلها الأولي يعني تطويق الأمور ويعني التحكم في الوضع. هذه الفرقة كما تقدم الزميل الأخ مزاب هي تدخل كجراح يعني استئصال الورم في حينه. طريقة التدخل، احنا التدخل في إطار الاختصاص الإقليمي لمصالح الشرطة والاختصاص الإقليمي لجهاز الشرطة، عن طريق ربما فيه إذا كان فيه لازم أنه تستعمل فيه إمكانيات الجوية، أنه عنده فيه إمكانيات للمدير العام الوطني لنقل أفراد هذه الفرق من مكان إلى مكان آخر حتى تتمكن بالتدخل في وقت أسرع ممكن. طيب أنت سيد بداوي، أنت في رتبة مراقب شرطة، يعني أنت مريت على كل مراحل الرتب في الشرطة الجزائرية، ما الفرق في رأيك بين الفرق هذه والفرق السابقة؟ هل ربما من ناحية التدريب وكثافة وقوة وشدة التدريب، أم من ناحية اختيار العناصر لأنهم حسب المعلومات من أبطال الفنون القتالية؟ هذه الفرقات تضم في صفوفها خيرت أفراد الشرطة اللي عندهم تخصصات كما تفضلت معينة في مجال اختصاصات رياضية معينة تتطلب تماشى هذه المهام المنوطة بهم. كذلك هي تلقت تدريبات جد متخصصة وكذلك مزودة بإمكانيات متطورة، إذن مهامها هي مهام مخصصة معينة بذاتها للتدخل في لمجابهة أوضاع معينة. دونك صدر في هذه الفرقة تختلف عن الفرق الأخرى، أن الفرق الأخرى كونت في ظرف معين لمجابهة ظاهرة الإجرام بطبيعتها السابقة، لكن حاليا الإجرام تطور وتطور بصفة سريعة، لهذا في هذه الفرقة يعني شكلت وجهزت وأعدت لمواجهة مثل التحديات التي نشاهدها عبر العالم. ممتاز أستاذ نزاب، نعرف أن اليوم الإرهاب في العالم تطور، وخاصة ما نشوفه في أوروبا وشو حاصل، الحمد لله أنه من فضل الله هذا الصيف الجزائر عاشت صيفا هادئا كغيره ربما من السنوات الماضية في وسط أحداث أليمة عاشتها أوروبا. لا نرضى الإرهاب لأي أحد طبعا، والإرهاب لا دين له، ولكن طريقة الاعتداءات اليوم في أوروبا حسب المحللين طريقة ما يعرف بالذئاب المنفردة، وهي لا تعرف متى وأين سيتم الاعتداء ولا حتى من طرف من، لأنه في أي لحظة قد يخرج لك ذئب من مكان معين. هل تعتقد أنه هذه الفرقة ستكون ربما ناجعة في ظل هذه الطرق الإرهابية المتطورة حديثا؟ أعتقد أنه أولا الأمن هو نعمة، بالتالي لا يدرك هذه النعمة إلا من اكتوى بنار اللأمن وبعد ذلك استرده بضريبة ربما غالية. اليوم الحمد لله الجزائر حتى تقول للكل ادخلوا هذا البلد آمنين، في 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 مكان ربما دول أخرى ربما فقدت هذه النعمة. أعتقد أنه إحنا من نتحدث على ظاهرة الذئب المنفرد، أولا هو مصطلح استخباراتي في حد ذاته باعتبار أنه يعتمد على عنصر المفاجأة، وكذلك المنفذ العمل في إطار الذئب المنفرد هو لا يكون له بالضرورة ارتباط إيديولوجي أو ارتباط تنظيمي أو ارتباط هيكلي، وإنما قد يكون متحرر وإنما يتبنى فكرة في لحظة معينة ويقوم بتنفيذ تلك العملية. إذن أعتقد أن لهذا أنا قلت منذ قليل أن هذه الفرقة تعتبر كالجراح الدقيق، باعتبار أنه أولا المعلومة باعتبار التحري والترصد أي حركة ربما تكون مشبوهة أو غير طبيعية يكون من خلالها عملية التدخل والتفادي الوقوع في الكارثة. ربما رأينا في 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 في, في باريس في الأسابيع الأخيرة عملية احتجاز رهائن في الكنيسة ومقتل راهب، بالتالي هذه من بين العمليات التي تهيئ الفرقة في التهيئ لها والتصدي لها، باعتبار أنه يجب التفادي أن يكون في احتجاز رهائن، أن يكون باعتبار أننا استفدنا من تجارب سابقة مثلا حادثة تيغنتورين أو حوادث أخرى مرت بها الجزائر في العشرية السوداء، كلها جعلتنا أننا نجعل هذه المحطات هي دليل الانطلاق نحو الغد أفضل، نحو ربما التحقيق الأمن النوعي وكذلك تصفير طبيعة هذه المخاطر. بالتالي أعتقد أنه جمهرة العمل الخاصة في 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 إطار دائرة الاختصاص هي سوف تكون مهيئة للتصدي لمثل هذه الأحداث ولأن تكون جدار الصد للحيلولة دون ما أن تكون هنالك عمليات ذئب المنفرد.
منفردة، باعتبار أنه رأينا ربما في حصيلة الجيش الشعبي الوطني أن هنالك إنجازات على مستوى كبير جدا في إطار التحيين وتوقيف وكذلك القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وإحباط عمليات كثيرة من كان يرصد أن تنظم، وكذلك تفكيك بعض الخلايا التنظيمات. بالتالي قد يكون من البدائل أن يكون هناك التوجه نحو ما يسمى بالذئب المنفرد. إذن التجهز والتحضر في إطار العمل الاستباقي أن تكون هنالك حيلولة أو أن يكون هنالك جدار صد لدون أن نكون عرضة لمثل هكذا أحداث. ممتاز. سيد بداوي، سؤال أخير فيما يتعلق بالفرقة. لاحظنا أن مديرية الأمن الوطني تولي عناية خاصة بالعنصر النسوي، وخاصة بعد ترقية أول امرأة في الجهاز لرتبة مراقب شرطة مؤخرا بالنسبة احتفالات عيد الشرطة في 23 من جويلية. هل سنرى لاحقا في قادم الأشهر أو السنوات عناصر من الشرطة نساء في هذه الفرقة، وخاصة نعرف هناك رياضيات في فنون قتالية داخل الشرطة وبطلات؟ احنا المديرية العامة من الوطنية تولي عناية خاصة للعنصر النسوي في وتطويرها في الجهاز، وهذه الفرقة وكذلك حتى الجريمة تتطور بشكل سريع، ونشاهد أن حتى العنصر النسوي يعني الآن أصبح متورط في مشارك في هذه الجرائم. وبالتالي لا نستبعد أنه في المستقبل إن شاء الله سيتم تكون فيه يعني تدعيم بالعنصر النسوي لهذه الفرقة إلى اقتضت الضرورة ذلك، حتى نتمكن من يعني استباق أو الاستشراف في إطار الاستشراف دائما لتجهيز هذه الفرقة بكل المعطيات وبكل الوسائل المادية والبشرية حتى نتمكن من مواجهة أي خطر محدق مهما كان نوعه. ممتاز جدا. أستاذ ميزاب، كلمة أخيرة. أعتقد ربما أنه نحن على مشارف 6 سنوات منذ تولي سيادة اللواء المدير العام الأمن الوطني لمهامه على رأس الجهاز، لاحظنا ولمسنا أن كانت هنالك رؤية استراتيجية في إطار تطوير الأداء الأمني، في إطار التخطيط لأن نشهد أو نلمس مثل هذه الإنجازات، أنه كان هذا كذلك تنظيم محكم في إطار أن نصل إلى مستوى عالي من الممارسة ومن الأداء. بالتالي أعتقد بأنه هذا نابع أولا من الاستراتيجية الشاملة كذلك التي سطرت من القيادة العليا للبلاد. أعتقد في هذه المناسبة نهنئ أولا الشرطة الجزائرية وكل المؤسسات الأمنية بهذه الإنجازات التي تحقق، وندعو كذلك الجميع بأن نتكاتف وأن تتكاتف الجهود يدا واحدة في إطار مجابهة الرهانات، في إطار مجابهة التحديات، باعتبار أننا وصلنا إلى مستوى من الأداء يجب أن نحافظ عليه، ولكن يجب كذلك أن تكون كل الوسائل وكل الجهود متكاتفة في إطار الحفاظ على الأمن واستقرار الجزائر. إن شاء الله. كلمة ختامية سيد بداوي. شكرا أخي ياسر. إذن احنا في إطار يعني في إطار عصرنة جهاز الأمن الوطني، سيد اللواء المدير العام الوطني يسعى دائما إلى تطويره من كل الجوانب، سواء في الاستثمار في الموارد البشرية أو في الإمكانيات المادية والبشرية خاصة. والإنجازات اللي نشوفها اليوم هي ثمرة مجهودات كبيرة وكبيرة جدا وتضحيات كذلك، وبالتالي كل هذه الأمور يعني هي في خدمة أمن المواطن في آخر المطاف وفي أول المطاف. يعني احنا كل هذه المنظومة الأمنية التي وضعت وتتطور بصفة يعني سريعة، ونعمل على تجهيزها وإعداد كل وسائل لها، هي في الأخير لا تكون فعالة إلا إذا كان المواطن ملتف حولها وملتف حول أجهزته الأمنية، حتى نسعى إلى تحقيق الأمن الشامل للبلاد إن شاء الله. إن شاء الله. مراقب شرطة رئيس أمن ولاية المدرسي علي بداوي، شكرا جزيلا لك على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذه الفرقة وعلى تطوير المنظومة الأمنية. أستاذ ميزاب أيضا شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا. مشاهدينا، أنتم أيضا الشكر لكم موصول على حسن الإصغاء والمتابعة. أمن الوطن من أمن المواطن والعكس صحيح. الشكر إلى كل فريق العمل. نلقاكم في موعد آخر وحصة خاصة وموضوع خاص بحول الله. أطيب المنى والسلام عليكم.